كويس. معانا الدكتور سعيد اللوندي خبير العلاقات الدولية عشان خاطر موضوع اثيوبيا. دكتور سعيد. نعم. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ محمود. اهلا بيك يا فندم. يعني هو في عندنا خبر هنا تصريح من السيد السفير ان السيد الرئيس يعني المناقشة سد النهضة مش على جدول او اجندة السيد الرئيس في لقاءه في افريقيا. هل يعني كيف تقرأ هذه المعلومة من السيد السفير محمد ادريس؟ يعني في الواقع عبد الفتاح السيسي سوف يعني في لقائه باكثر من 40 رئيس دولة وحكومة في هذه القمة شيء مهم جدا. تمام. لماذا؟ لان هناك قناعة بان مصر استعادت هيبتها الدولية، بالإضافة إلى أن مصر أيضا تعتز كثيرا بالقارة السمراء وباعتبارها العمق الاستراتيجي لها، لكن الرئيس سوف يناقش ثلاث موضوعات بعيدة تماما عن المياه والإرهاب إلى آخره. لماذا؟ لأنه في المرحلة القادمة خلال شهرين سوف يعيد النظر مرة أخرى وسوف يزور أثيوبيا مؤكدا على علاقات ثنائية ومناقشة سد النهضة. أما في هذه المرة وفي القمة الإفريقية سيكون هناك ثلاث مداخلات للرئيس، أولها عن مرض الإيبولا، الثانية عن السلم والأمن الدوليين أو الإفريقي إفريقي، الثالثة بشكل أو بآخر عن تمكين المرأة، لأنه هذا هو العنوان الذي يحاول الاتحاد الإفريقي الحديث عنه. تمام. بشكل أو بآخر أن مصر لها خبرة في هذا المجال، بحيث يمكن قراءة هذه الخبرة المصرية والتجربة المصرية في المرأة. تمام. في مصر أصبحت وزيرة إلى أضف أستاذة جامعية، يعني كل الوظائف لم تكن حكرا على الرجل ولكن تناصفه فيها المرأة. تمام. يعني إحنا أنا كنت بقول كده، بس الكلام طبعا من حضرتك يبقى ليه مذاق مختلف، إنه مش ضروري يبقى على الأجندة الكلام عن سد النهضة، لكن الرحلة لها أثر سياسي مهم. طبعا الزيارة مهمة جدا ومشاركة مصر، أن مصر منذ محاولة اغتيال الرئيس المخلوع كما قيل لم تشارك مصر في القمة الإفريقية، إلى حد أن الإعلام الصهيوني نشط كثيرا واتهم مصر ضمنا وعلانية بأنها لا تهتم إلا بالشعب المصري، وهناك شعور بالشعور الأنانية الدولية إن صح التعبير. أما اليوم عندما يذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أنه يهتم بشكل أو بآخر بالشعوب الإفريقية كلها وبالقارة الإفريقية باعتبارها البعد الاستراتيجي كما قلت لمصر. الشيء الآخر أن هناك مصالحة إن صح التعبير مع عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات في إفريقيا، بحيث لم يعد أبدا أي دولة بعيدا عنا إطلاقا. لكن في خلال شهرين ويتم الإعداد لهذه الزيارة حاليا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير أثيوبيا ودول حوض النيل سوف يتعرض للمشاكل التي تواجهها بشكل أو بآخر، بمعنى أن مصر ستساعد في تنمية أثيوبيا، لكن أثيوبيا أيضا اعترفت ورئيس وزرائها تحديدا قال أننا لا نقبل أي ضرر أو إضرار بحصة المياه الخاصة بمصر. تمام. وبالتالي نحن في حاجة إلى المياه باعتبارها شريان الحياة، لكن نحن في نفس الوقت نهتم بالشعب الأثيوبي والشعوب الخاصة بدول حوض النيل لأنها امتداد لنا، ولا يمكن أبدا نفكر في الشعب المصري والشعب الإفريقي. لا. شكرا دكتور سعيد اللوندي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات المهمة.